اتذكر ان انا كنت انا ووالدتي وخالاتي في المعموره في كابينه الفنانه الكبيره السيده ليلى مراد. المعموره دي في اسكندريه. في اسكندريه. فكان في انا بحب كنت اقلد قوي فرقه رضا وكنت بعشق ترقصي ارقص زي ما فريده فهمي بترقص وكنت الراقصه الاولى في المدرسه. فقعدت اقلد لهم فريده فهمي. فريده فهمي في كل السري بتاع يعني بطل الثورة خمس فدادين كل الحاجات دي حجالة ايوه كل ده فكان هناك عمالقة طبعا انا ما كنتش يعني طفلة بقى فاستاذ نجيب محفوظ كان هناك السيدة ليلى مراد الله يرحمها استاذ منير مراد سهير البابلي ربنا يديها الصحة شلة كبيرة جدا وماما وخالاتي أصدقاء للوسط الفني فبعدين قعدت رقصت وبتاع فأستاذ نجيب أخدني كده على رجله وأنا فاكراه من الحسنة أنا ما كنتش عارفة هو مين كان السن كام سنة بقى؟ حوالي 9 سنين فقعدت على رجله وبعدين قال لي أنت نفسك تعملي إيه؟ قلت له عايزة أبقى يعني انا بحب الفن ما بقتش عارفه اقول له انا عايزه ابقى ممثله ولا مغنيه ولا مش عارف قال لي انت هتبقي ممثله كبيره قوي جريت على ماما طبعا قلت لها بصي انا هبقى ممثله كبيره قوي فاتت السنين وجت السنين ودخلت الفن وكبرت وعرفت مين نجيب محفوظ وقريت وعرفت و الى اخره افتكرت في مره لما هو بعت لي رساله وانا بعت له رساله ايام الحادثه بتاعته وهو بعت رساله ايام الحادثه بتاعته يعني انت تبادلت الرسائل بعد الرسائل من خلال ناس ده تاني لقاء بس على هو مش فاكر انه قال لي كده نسي لا مش ممكن يكون فاكر ان شاء الله لما يسمع الكلام ده او يشوفه يعني لو كان في فرصه كان ممكن طب احنا من الجلسه دي بدايه انطلاقك يعني يعني الجلسه دي كانت بدايه ان تنبؤ تفكير تنبؤ الجدي انا كنت بحب اقلد الناس يعني كنت بحب اقلد كل الفنانين مش عايزه اقول الكلام وبعدين دلوقتي يا حبايبي يا حلوين البابا ابو رجليه مسلوخه هجم على الطفل الصغير وقعد يقطع في حتت ويقلب ويقرقش بسنين ويمصمص في عضم والولد يعيط وده كله عشان الولد ما بيسمعش الكلام ويشرب اللبن الصبح يعني انت بتقلد الفنان كطرب ولا كتمثيل؟ اللي يطلع مني بقى ساعتها خدي بالك احنا هنخليك لا اوعى جريت جري بقى من ساعتها حتى الفن في دماغي